البنات، النساء، الأزواج، باش تسقم أمورهم. هذا الأسبوع أنا كنت أحاضر في الإقامة الجامعية نتاع البنات تاع سعيد حمدين. قلت لهم لو كان يخيروني كاين 1000 رجل ندير لهم محاضرة وكاين 10 نساء ندير لهم محاضرة، قلت لهم المحاضرة نديرها ل 10 نساء وما نديرهاش ل 1000 رجل. وإني عارف أنا، إني عارف واش راني نقول. الآن الجمعة إذا قالت لك الزوجة تجي الجمعة ما تقولهاش لا لا، وإذا بناتك قالوا نجو نصلوا معاك الجمعة، عوض تجيب صحابك، ما تجيب صحابك تجيب بناتك. وراني عارف واش راني نقول لك مليح مليح. الجمعة الجاية تكونوا جايين، جيبوا البنات وجيبوا النساء وخليهم يسمعون الذكر وخليهم يسمعون الخطب. مصيبتنا في نسائنا وبناتنا، واللي حب يكسرنا ضربنا في نسائنا وضربنا في بناتنا. وصح والله غير صح يعني. فالعرس تروح تقول كيفاش ما نروحش، وتروح العرس وتجي النزهة تروح تحوس في الغابة مع أولادها مع زوجها، وتجي الإجازة الصيفية تروح سواء بالداخل ولا بالخارج تروح. نجي معك الجمعة، لا ما تجيش معك، ما كلا صلي في بيتك، صلي في بيتك. وعلاه لا تأتي الجمعة؟ والحلقات نتاع النساء تحت في المصلى، وعلاش ما يجوش النساء؟ وعلاش ما يجوش البنات؟ أنا كي قلت لهم ندرس 10 وما ندرسش 1000، إذا أعددتها هي وحدة تجيب 100، كل وحدة عندها 100 ولينا في 1000. أعددت شعبا طاهرا عراقي، وكل واحد يخدم على روحه، وكل واحد يشمر على يديه. القرآن حكاية، القرآن شعار، هذا هو القرآن. فأين هي أمة القرآن؟